حاج عارف، ما هو الشغل مش سلام يا حاج عارف عليا. فيها بابا بس اللي معصبه. ران. بص حضرتك يا اما بتختار اول حاجه يا تحدي يا عقاب، ودي اللي بتختارها بس مزاجك حضرتك اول مره، بعد كده حسب ما بتقف. امشي انا طيب ولا اعمل ايه؟ لا لا انا بشرح له بس. طب حضرتك يا بابا، حضرتك تحب تختار ايه، تحدي ولا عقاب؟ بيع اي منتج للقاعدين. بس انت راح تقول في ايه يلا؟ لا ده بس حضرتك مكتوب يا بابا، بيع اي منتج يعني بيع اي حاجه بحضرتك لينا. الحزام ده. بص بقى حضرتك، القلم ده كله مميزات. انا اتفضل حضرتك اشرح لنا يا بابا. حلوه اللعبه دي، ركز معايا بقى عشان ايه. القلم ده اول ميزه فيه ان هو بيكتب، تمام. تاني ميزه فيه انت مش هتوش دلوقتي هيطلع عينك. لا حضرتك يا بابا تقنعني مش تحددني. خد اشتري القلم يا كابتن البحر. ايه يا حبيبي، اتفضل حبيبي، ميعش حضرتك وميعش الاداء، انا موافق. الحمد لله رزق. يو انت تضرب لوحدك يا عم، ده عبا هات لك الكره دي. لا اكل فين بابا، انت تدي الكره لحد يا عم. انت تضرب ليه يا عم؟ ايه ده انت اللي جابك هنا يا حاج؟ في حد ضرب ابني؟ يلا يا حاج استنى يا حاج، شكله هو ده يا حاج، ابني قلب نضاره وبجاكيت اسود. بتضرب ابني ليه بقى يا حبيبي؟ روح كل عيش يا حبيبي. الله الله الله، ده بيحلو يا حاج، ده ما يعرفش بقى. بتضرب ابني وبتضربنا كمان. الله كفايه يا حاج، ما كنتش اقصد يا حاج، والله العظيم كنت بطل. ده كفايه. بقول لك يا حاج، يلا تعالى كمل معايا حصان. لا يا حاج ما بحبوش. يا حاج لا تعالى كمل معايا بس، تعالى اسمع والله حلو. مش هينفع يا حاج، حامل، انا حامل مش هينفع. لا والله ده منين تاخده ان شاء الله وانا معرفش. لا انا حاسه يا حاج، حاسه ان انا حامل، نفسي في طماطم. براحتك انت، يلا اركب يلا. ايوه انا براحتي يا حاج، انا قاعده مستنيك انا، يلا اجري يا حاج. تمام يا حاج تمام، ليك في الخيل، انت ليك في الخيل اديله. لا لا يا نهار اسود يا حاج، يلا يخرب بيت الحصان. يا حاج الحقيقي يا زفت، الحق ابوك بس. اوف بقى يخرب كده. طب يا سيدي شكرا، انا غلطان، انا سمعت كلامك يا بابا، انا مهاجر.